اه أعلقنا الجلسة الماضية على تساؤل هل ما يحدث الآن هو استمرار للحروب الفرنجة أو ما عرف شائعا منذ فترات قريبة، أو يعني منذ قرنين، باسم الحروب الصليبية بشكل مكثف، مع أن كان له إرهاصات فيما مضى. هل واقعنا اليوم هو صورة جديدة مغايرة لنفس حروب الفرنجة وحروب أوروبا الغربية فيما مضى؟ يعني برضو الإجابة عن هذا السؤال نبتدي من الهيستوريكال روتس، الجذور التاريخية. بمعنى متى بدأت الحروب الصليبية؟ في تقديري لا كروسيد لا صليبيات قبل 1095. طبعا في القرن ويليامس تايرانوس بيعتبرها من القرن السابع الميلادي، وفي أستروجوريسكي وفازيلييف بيعتبروا ان الحملات العسكريه اللي قام بها القاده العسكريين البيزنطيين نيكفور كوفوكاس ويوحنا تزمزكس القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري ان هي كروسيدز بحكم الشعارات الدينيه، ان هم حملوا بانرز شعارات دينيه للسيد المسيح ومريم العذراء وتحدثوا ان هم يريدون الوصول للقدس. هذه بري كروسيدز، ما قبل الصليبيه. في 1095 البابا اوربان يقدم غفران كنسي للي بيشارك في هذه الحرب ويقتل فيها ويعتبر مارتيريوم او مارتاير او شهيد، الى جانب الاغراءات الاقتصاديه المتعدده. في العصور الوسطى كانت محتاجه البابا كي يعلن عنها، اما حاليا للاسف الشديد هناك صليبيات، الروح الصليبيه تحرك قطاعات من الغرب. وابتدت هذه نقطه مهمه للغايه، وانا اتذكر ان جورج بوش في لما بدا في موضوع العراق قال I launch a crusade against terrorism، سوف أشن حربا ضد الإرهاب. وتم الإدعاء أن العراق في نشاطنا، واتضح في الآخر هذا كلام غير صحيح، وتم ضرب العراق بمواد مشعة وكانت كارثة كبيرة بصورة غير مسبوقة. والجنود الذين عادوا من الحرب اتهاجموه وقال له أنت قمت بعمل متبربر فظيع للغاية بما فعلته من غزو العراق. وفيما بعد أكد رؤساء أمريكان إن غزو العراق كان كارثة كبيرة. فتم استعمال الشعارات الدينية، وهذه الشعارات غير صحيحة. يعني دائما لما يتم تسييس الدين تبقى ديزاستر، يبقى كارثة كبيرة للغاية ومخاطبة مشاعر الآخرين، هذا كلام خطير. الحل الاستوار ايديولوج ديسيبلست، التاريخ حوار الحضارة، لأن في عقلاء من الغرب، في ناس عقلاء من الغرب فاهمين خطورة الصدام. طبعا كيبلينج قال يوما ما الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي اليوم القيامة، هذا كلام غير صحيح. من الممكن اللقاء من خلال حوار مع الآخر، من خلال تعميق سياسة التسامح والتفاهم والتواصل مع الآخر. احنا شفنا في الأيام العباسيين كان المأمون العباسي يطلب كتبا من بيزنطة كي تترجم في الهاوس اوف ويزدم. شفنا حنين بن اسحاق he was dean of house of wisdom، كان عميد بيت الحكم. شفنا صلاح الدين طبيبه الشخصي مايمونيدس صاحب كتاب جايد اوف بيربليكس الدلتا حاريم، اللي يعتبر والفلسفه اليهوديه تعتبر ابنه الفلسفه الاسلاميه لان تاثر بفيلسوف قرطبه ابن رشد متوفى 1198. فاهمني؟ فالحوار مع الاخر والتعميق. انا استفدت من مكتبه دير الاباء الدومينيكان، وتعلمت من استاذ دكتور اسحاق عبيد وفايز نجيب اسكندر وعاطف مرقب. وفي نقطه مهمه ان المؤرخين المصريين المسيحيين في العصر الحديث وقفوا بجوار المسلمين في كشف الحركة الصليبية. وإسحاق عبيد فهمني تماما طبيعة، ومن غير ما كنتش اشتغل بالحروب الصليبية لأنه هي وستولرنت، كان رجل متسامعا اوبن مايندد متفتح الذهن ومتفهم إن دي حركة شعارها كروكس باللاتينية الصليب، كروا بالفرنسية كروس، لكن الواقع إن هم قدموا من أجل السطو على الشرق. والبنادقة كانوا يقولون نحن تجار أولا ثم مسيحيين من بعد ذلك، يعني بزنس از بزنس. وعلى ارض الواقع امام الجنس والمالطه سقط الصليبيون كاوراق الخريف. وويليام ستوري يتحدث ان البطريرك هرقل البطريرك بيت المقدس كان ليه علاقه سيكشوال ريليشن مع البعض بشكل سيء للغايه، وذكر باسماء. وجاك ديفيتري قال ان رجال الكنيسه الغربيه الموجودين في بلاد في مملكه بيت المقدس كانوا يؤجرون الاعمال الاماكن الدينيه للبروستيتيوشن، واشار الى هذا وقال هذه ديزاستر، كارثه كبيره. فهناك فرق بين، لان المصادر الصليبيه الباكره تتحدث ان الصليبيين دول ميليتيا كريستي، جند المسيح، اطهار،
يعني أشكال ملائكة، لكن على أمر الواقع صراعات وشجار على نواحي مادية. وفي النص الثاني من القرن 13 صراع بين البنادقة والجنوية وخلافات شديدة من أجل السيطرة. وحتى الفايندينج مونكس رهبان فرسان تحول البانكرز تحولوا إلى إمبيريو دولة داخل الدولة. حتى لويس التاسع اللي فك أسره ودافع الفدية التمبلرز التمبلير من تمبلون الفرسان الدوية. فدي نقطة حقيقة خطيرة للغاية. فأنا أعتقد أن الروح الصليبية موجودة، وطبعا علينا أن ندرك أن في طرف يدعي الإسلام والإسلام منه بريء، وتبقى وطبعا ما يسمى بالإسلام السياسي صناعة غربية. وترامب نفسه في جولاته الانتخابية مع هيلاري قال أنتم اللي عملتم داعش. يعني هذه نقطة خطيرة للغاية، لأن ليس مصلحة الغرب أن يتقدم الشرق من خلال روح التسامح والمحبة، وأن يعمل على تطوير نفسه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حيث لا يحتاج الغرب. فالصراعات ومصانع السلاح في الغرب كيف تعمل بصنع خلافات وصراعات. وهذا كان الحل التحضر، حل التسامح، الحل مواجهة الأعداء الحقيقيين. أعداء الحقيقيين فقر، جهل، تعصب، فساد، وهذه وليس أن الناس تدخل في صراعات طائفية عرقية تدمر الأوطان. لأن لاحظنا في السنوات العشر الماضية تم تمزيق أوطان وإيجاد خريطة جديدة من خلال نواحي طائفية وعرقية، ودي كارثة كبيرة أنت بتلاقيها على الفضائيات. يبقى الحل الارتباط بالوطن، بالباتريا، بالوطن، لأن الأوطان لو ضاعت كارثة كبيرة للغاية. تبه معين هذه النقطة، الأوطان مقدسة فوق الطوائف والعرق وغيره. ولا وبرضو في نقطة، لا يوجد وطن يعطي إنسان كل حاجة. أنت كيف تكون وطنيا؟ أنك تتحمل وأنك تمر بالمحنة. ما شفنا من 67 73 كنا نقف طوابير من أجل سلع ومواد غذائية يوم متوفرة. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونحافظ على الأوطان من خلال روح واحدة لا تعرف أي تقسيمات طائفية أو عرقية بالمرة. هذه نقطة مهمة للغاية. أيوة، لعل أكون قد في أحد الأفاضل كتب سؤال أنا لم أقرأه جيدا، يقول يا ريت المثقفين في الغرب، يا ريت ابننا دكتور باسم يقرأ ما كتب. دكتور باسم معايا؟ أين أنت يا دكتور باسم؟ دكتور مونس. أيوة دكتور، أنا بس يا عبال ما بفتح المايك لأن بغلق طول محارتك بتتكلم بس. تمام، اتفضل. حابب أن أنا بس يعني أقول رأيي قد يعني يخالفني أستاذي فيه، ولكن أنا بعتقد الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. أنا أحب جدا يختلف معي. أعتقد يا دكتور أنه المسألة كانت رغم ظاهرها اللي اليابان تعصب ديني، إلا أنه وده ممكن ينطبق على طريقة الدعوة بتاع الواعظ في الأول بطرس، اللي كان ممكن يكون مدفوع بدوافع مادية من الإقطاعيين ومن أمراء الغرب. فأنا بعتقد أنه مع الواعظ الديني بيتكلم كتير عليه من أساتذتنا ومؤرخينا، إلا أنه الواعظ السياسي والاقتصادي لنهب ثروات الشرق اللي سمعوا عنها، خاصة أن هم بيعرفوا أن هم أقل حضارة من شرقنا الإسلامي، فبالتالي أيوة. هم مفتونين بالشرق الإسلامي بحضارته وبكنوزه، فبالتالي هم بيرغبوا كانوا في السيطرة عليه لأخذ أكبر قدر من المكاسب. وأعتقد أنه ردا على سؤال الصديق العزيز أستاذ يحيى مصطفى، هل هو استمرار الوضع الحالي لما كان في الماضي؟ أعتقد أنه هو نعم، ولكن تحت مسامات مختلفة، كيانات اقتصادية مختلفة، هي مجرد خطف ما هو للشرق واكتنازه في خزائنهم وتجردنا منه ليصبحوا هم فقط القوة الوحيدة اللي موجودة. ده في اعتقادي الشخصي. أنا لا ألغي الواعز الديني والدفع الديني اللي حرك البعض، خاصة الحملات الشعبية وحملات العامة وحملات الأطفال كانوا مدفعين بهذا الواعز الديني وبعمق. ولكن بعتقد وقد يجنب الصواب
انه ما هو سياسي وامراء وملوك كان اكثر سياسي واقتصادي اكثر منه ديني. انا اشكر حضرتك على الاضافه الجميله دي. هو طبعا في دافع ديني، بس التدين بالراحه، التدين في العصور الوسطى في اوروبا كان تدين نوع من الهوس الديني الغير واعي، كان نوع من الهوس الديني الغير واعي. يعني بيتر ذا هيرمت، بطرس الناسك، كان يمتطي صهوة حمار أعرج، ففي وطبعا كان إليك فصيح وليه كاريزما، في كل مكان كان يخطب فيه الناس كانت تعمل إيه؟ تقوم بنات في شعر هذا الحمار للتبرك به يعني. وبعدين الحملات الحملة الشعبية قامت بمذابح ضد اليهود في حوض الراين، يعني فنوع من التدين العاطفي، النوع يعني نوع من الهوس. وفي نفس الوقت المسيحية ديانة مسالمة معروفة، تم تحريب المسيحية على أيدي أباء الكنيسة مثل القديس أوغسطين صعب دي فيتات جاي أو دي سيفيتات دي، فسمحت بفكرة الحرب على أن تكون يسبقها ألتوميتا وأنظار نهائي. وتطورت الفكرة مع وجود الناحية العسكرية لدى العناصر الجرمانية، بحيث أن في آخر القرن 11 اكتملت الفكرة واكتمل النظام الإقطاعي في نضجه، فأراد تصدير الحركة بره. من المؤكد أن الفلاحين الأقنان كان في دافع ديني عندهم، دي حقيقة، لكن هم مش مدركين أنهم أداة في البابوية. البابوية لعبت بالغرب، والشعار الأولاني ديوز فولت اتزول اوف جاد، تلك إرادة الرب اللي تم الصياع بها في مجمع كونو، دي كان مسرحية معدة سلف. فيما بعد لما حدث الخراب والتدمير ومقتل مئات الآلاف، بقيت العبارة ديوس نون فولت، الله لا يريد هذا، لأن هي البابوية التي تريد هذا، البابوية لعبت بجميع. وفيما بعد، بعد ما كانت حروب الصليبية ضد المسلمين، وجدنا الحملات الألبيجنسية ضد العناصر الكاثارين والدنسين في جنوب فرنسا اللي دعا عليها النص الثالث في عهد فيليب أوغسط، وبعد هذا حملات ضد سكان البحر البلطيق. فمعنى هذا أن البابوية، أن حروب الصليبية foreign policy of the papacy، السياسة الخارجية للبابوية كي تحقق أهدافها، هذه نقطة مهمة. وفي نفس الوقت تخرج الطاقة الحربية التي كانت لدى الغرب الأوروبي في النظام الإقطاعي والصراعات، وحاولت تعمل الباكسيدي سلام الرب وفشلت، توجههم إلى مشروع آخر يحارب المسلمين وهي تكون القوة المهيمنة، كما حدث في تحويل المشروع الصهيوني من أماكن عديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى شرقنا الأوسط. وأنا بتفق مع حضرتك بشكل قوي، وخاصة أن أغلبية الدراسات الحديثة الإحصائية لأعداد القتلى في فترة حروب الفرنجة بيؤكدوا أن قتلى اليهود وقتلى المسيحيين من تلك الحروب هو أكثر عددا ومضاعف أضعاف مضاعفة عن القتلى من المسلمين في الفترة دي. ويكفينا ما حدث من إبادات كاملة لقرى بالكامل يهودية بيذكرها ويليام السوري في العبور الحملة الأولى، حتى اللي هي الحملة الشعبية. هو برضو بعد إذن حتى نوضح الجزئية، أحيانا كتابات غربية تبالغ في أعداد القتلى اليهود من أجل ماذا؟ من أجل تعميق فكرة الأنتسيميتيزم، معاداة السامية. يعني أنا معاك إن الصليبيين هجموا المناطق اللي فيها اليهود، حاضر، بس اليهود قتلوا نفسهم من خلال طقس الاستشهاد، وده معروف. أنا أعرف حضرتك، بس أنا قصدي بس على اليهود عشان ما الكلام بس يكون في أيوة. في خطورة، لأن يعني قصدت أن يتضح بها الأمر، ليس فقط اليهود ولكن حتى من المسيحيين، سواء كان المسيحيين تمام. في المملكة أو الإمبراطورية البيزنطية أو حتى في أرض شرقنا، أرض شرقنا كم من المسيحيين الذين قتلوا في بيت المقدس أعدادهم مهولة. ويليام السوري وهو مؤرخ من الصليبيين ذاتهم وكان أسقف سور في تلك الفترة، ليس فقط يعني صليبيا ولكن هو أيضا مؤرخا وهو أيضا أسقف وعاصر حتى الحملة الثالثة، يذكر صراحة أعداد ضخمة من المسيحيين الذين قتلوا. فالفكرة أنه هم بيهدفوا لمكسب سياسي، مكسب اقتصادي، مكسب اجتماعي، يخرجوا بي من أزمة أوروبا في العصور الوسطى.
كلام جميل. انا اضيف لكلام حضرتك، والدوله البابويه زي ما حضرتك تفضلت للاسف قياده بعض البابوات يعني عايز اقول لفظ يكون مهذب نوعا ما، ولكن يعني برعانه من البعض they were womanizers with the womanizers frankly يعني برعانه من بعضهم كان سبب موت عكس الرساله التي يفترض بالكنيسه او بالمسيحيين القيام بها. والبعض اتفضل والبعض بيذكر بقى نتيجه كده كيف تاثر الغرب وتسمح وتشرقن نتيجه وجوده في الشرق في فتره قرابه ال 200 سنه فتره الاحتلال الغربي. كلام حضرتك صحيح، وطبعا يعني هم تحججوا بالمسيحيين الشرقيين وان قتلوا. ما الذي حدث في الحمله الرابعه؟ اغتصاب الراهبات في الاديره، احضروا عاهره كي ترقص في كنيسه هاجيا صوفيا ديفاين ويزم حجم الهيئه، قاموا بالقتل والذبح والسلب والنهب، والى الان هناك تماثيل سرقت من قسطنطينيه موجوده في فينيسيا. فدي شعارات، الواقع كان عكس كده، دي شعارات، وبالتالي في هدف معلن واهداف مستتره. الهدف مستتر هتحقق 1204 بعد قرن من تاريخ الحروب الصليبيه، هذه نقطه خطيره للغايه. ودي فعلا يعني الحركه الصليبيه دي بحر. يعني انا ادعو ابنائنا طلبه الدراسات العليا لا تستعجل قطف الثمار. انا وصلت لدرجه لا اعرف، انا يعني في شباب حماسهم يتصور انه ما دام خد البي اتش دي بالراحه. احنا بنقعد مع اساتذتنا والدكتور اسحاق عبيد، قمه في التواضع، قمه في العلم، وراجل عظيم بنتعلم منه الحكمه. هو اللي علمني ديوس اموريست، الله محبه، الله از لاف. افتقاد المحبه ادى الى كارثه الحب الصليبيه، فلا نريد تكرار هذه الكارثه من اي طرف. الحل لاستوار ايديولوج التاريخ ورا الحضارات. انا اشكرك يا دكتور باسم، وبضم صوتي لحضرتك، وبتمنى ان بعض الباحثين تحت اشراف معاليك يدرسوا الكتابات المسيحيه الغربيه المناهضه للحروب الصليبيه أو الحروب الفرنجة التي شاع عنها مسمى الحروب الصليبية، لأنه كان هناك أيضا توجه ضخم مناهض لهذا الأمر، ويبرز أنه ليسوا على كلمة أو قول رجل واحد. يعني فيعني دكتور باسم، frankly you are medievalist not only archaeologist or egyptologist. أنا بشكر حضرتك، ده بس مجرد لأنه بعمل في مجال التراث العربي المسيحي ومخطوطاته، فبضطر إن أنا يعني أعالج مسائل مشتركة بصراحة. برافو، هذا شيء جميل، لأن دايما بنحذر أبنائنا. في نصيحتين دايما ننصح أبنائنا طلب الدراسات. واحد، time is priceless، الوقت لا يقدر بكنوز الدنيا، time is everything. الخروج خارج سجن التخصص، أرجوك لا تقول أنا ancient history، لا التاريخ ما دي تقسيمات، إحنا المؤرخون مزقوا التاريخ بهذه التقسيمات. يعني أستاذنا يقول after and before، اللي قبل وبعد، ما ينفعش تبقى تاريخ قديم والجذور، انظر إلى باقي الشجرة. تاريخ الحديث يفسر لك حاجات في التاريخ القديم. التقسيمات دي تنسب لسيلاريوس اللي تكلم عن تقسيم الثلاثي. الحل الخروج خارج سجن التخصص، لأن عندما تكتب الكتابة عمل استشراف يكشف ما في داخله، هيبين هل أنت عاشق للتاريخ أم لا. أنا أشكرك ما شاء الله عليك يا دكتور باسم، أنت ابن عزيز، ويريد كل يكون في نفس نشاطك العلمي الجميل. مرسي جدا يا دكتور. أي تساؤل أو مداخلة أخرى؟ معلش بعتذر أن أنا أخذت من حضراتكم بعض المداخلات. جاي تعتزل دلوقتي يا راجل. معلش، ده كرامة حضرتك يا دكتور وسماحتك هي اللي سهلتني ان انا بضحك يعني اخد جزء من الوقت. انا بضحك معاك، انت ابن العزيز ما شاء الله، نقاشك على ارقى مستوى، يعني ما شاء الله، هايست ليفل اوف اديوكيشن كلتشر، ما شاء الله، تاتش وود. ميرسي يا دكتور. لو حد ابننا حسين، ابننا حسين راشد، في اي لا يا دكتور، أنا حابب أشكر حضرتك، يا محاضرة جميلة جدا بجد يعني. الله يخليك. بس هو السؤال اللي فات حضرتك وكنت بتسأل عليه، هو كان من أستاذ يحيى، بيقول لماذا لا ينتبه مثقفين الغرب إلى هذه الحقائق الواضحة وضوح الشمس للوصول لعالم يتمتع بسلام حقيقي يسعى للنهوض إنساني اقتصادي حقيقي. في طبعا عندك نعوم تشومسكي دوت
مفكر وعالم لغويات ممتاز ويعارض أشياء كثيرة، وفي وأن ماري شيمل ومرات هوفمان وفي كثيرين، وبالتالي لابد من إيجاد قنوات مشتركة للحوار مع الآخر، لأن الثمن فادح. أنت النهاردة بتشوف حرب مجنونة بين روسيا وأوكرانيا، العالم كله بيدفع ثمنها، دي مصيبة كبيرة. وطبعا يعني بوتين برضو عايش دور بطرس الأكبر، ويعني إعادة تخطيط العالم على أسس عرقية ولغوية كارثة كبرى. الحل الانضواء تحت الوطن، وطبعا برضو أوكرانيا تتحمل مسؤولية أنها حاولت تنضم للاتحاد الأوروبي، وبالتالي الخطر قد يعني في أخطاء من الجانبين، لكن الثمن فادح. الحل الحوار مع الآخر والوصول إلى نوع من السلام المتبادل، لأن الأخطار أصبحت بالغة في هذا الزمن بالذات. ولو يسمح لي أستاذي أن أنا كمان أضيف أنه هناك مثلا مؤرخة الأديان كارين أرمسترونج في كتابها القدس شجبت هذا الأمر، وفي أيضا في دراستها تمام عن النبي محمد ذكرت هذا وبرضه شجبته، وأيضا في العديد تمام. من كتاباتها إلى هذا الأمثال. بعض رؤساء الولايات المتحدة واخدين موقف من السياسة الحالية اللي هي الأسبقين، يعني ترامب مثلا مختلف عن بايدن تماما، يعني كان يقترب إلى السلام، وكان لو موجود في الفترة الرئاسية دي ما كانش حصلت الحرب الأوكرانية في تقديري. أيضا من الرؤساء السابقين لدينا من هو يقف تماما تجاه الحروب ويدعم الجماعات والمجموعات الإنسانية ويشفق على القارة الأفريقية ويشفق على القارة الأمريكية الجنوبية اللاتينية، وبيقوموا بأعمال خيرية عظيمة منعا للصدع اللي بتحدثه السياسات لبعض من يعتلونها وهم ليسوا أهل بها. ما دي حقيقة فعلا، لأن المشكلة أن مصانع السلاح شغالة، فللأسف الشديد الأشرار يصنعون الخلافات من أجل توريد هذه الحل ثقافة السلام والمحبة. ونقطة مهمة جدا، وأن الشعوب ترتبط مع بعض. النهاردة في تغيرات مناخية أدت من هذا العصر عصر المهاجرين، وعصر العصر الرقمي ما فيهوش أمان، أي شيء ديجيتال ما فيهوش أمان. يعني نحن الآن وقعنا في مصيدة إلكترونية لا مفر منها، فيوجد حد أدنى من احترام أدمية الإنسان وخصوصياته، لأن دي نقاط ما كناش بنفكر فيها قبل كده في العصور السابقة. وللأسف المسألة أغلبيتها اقتصادية دكتور، لو نلاحظ أنه التضخم كريستيان درجان كلام صحيح، التضخم غير الطبيعي في الاقتصاد الأمريكي هو اللي سبب ان هم يفتعلوا مثل تلك الحروب، ثم يرفعوا الفايدة على الدولار، وبالتالي أوروبا تعاني، وبالتالي يؤدي الى حرب اخرى عالمية تعمل بقى فيها المصانع بجميع انواعها، أطعمة وملابس ونقل وغيره وسلاح لكي تحرك ما قد يصاب به المجتمع العالمي من ركود وكساد مثل ما حدث في عشرينيات إلى أربعينيات القرن المنصرم. Great Depression، أيوة. وطبعاً يعني الدولارة استعمار عن بعد، هذا كلام صحيح. والحل مزيد من الإنتاج وحماية العملات الوطنية وعدم السخرية منها. عيب لما نجد في ظروف استثنائية نكتب كلام على الفيس العالم كله، مين أرجوك قدر من الوطنية، عيب الكلام ده، عيب هذا الكلام. يعني مفروض ودي ولن يستمر صعود الدولار، قضية صاعدها سيهبط، قضية مش بهذا الشكل. فيعني أنا أشكركم على الحديث، والله اللقاء جميل، وما شاء الله عليك ده أنت دكتور باسم open minded، وما شاء الله عليك يعني intellectual، حاجة تشرف. I am proud of you my dear. شكرا دكتور، شكرا. بنشكر جميع الحضور الكريم، بنشكر في الأول أستاذنا ومؤرخنا الكبير دكتور محمد مؤنس على المحاضرة القيمة. الله يكرمك، هذا من حسن ظنك بنا. وأحب أن أنا أختم مرة أخرى بشهادة التقدير على المجهود والعرض الخاص بأمسية الليلة. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد مؤنس، أشكرك، أستاذ تاريخ العصور الوسطى جامعة الشرقة، والأستاذ بكلية الأداب جامعة عين شمس، عن محاضرته مصر في زمن الحروب الصليبية.
شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا، شكرا، نلقاكم في الأمسية القادمة. يا ريت أستاذ عبير تقول لنا الموضوع الخاص بأمسية السبت القادم. مساء الخير، شكرا يا دكتور على المحاضرة الجميلة. أعتقد شكرك. المحاضرة القادمة هتكون عن أنثروبولوجي، عن الكهنة، عن كهنة طيبة. موضوع جديد، موضوع كانوا الكهنة يعني بياكلوا إيه، الأنثروبولوجي التحليل بقى اللي هم اتعمل عليهم، فموضوع ممتاز. وإن شاء الله المحاضرة اللي بعديها هتكون عن أبيدوس، آخر يناير إن شاء الله هتكون عن أبيدوس، ودي مفاجأة، فأنا بنعلنها إن المحاضرة الأخيرة عن أبيدوس ومع باحث متميز جدا في الموضوع. شكرا اللي لك. هو اللي هو السبت، اللي هو تقريبا هيكون السبت 28. أيوه بالظبط تمام، كده. يبقى السبت 21 زي ما تفضلت أستاذة عبير، لدينا جانب جديد من التاريخ وهو الجانب الأنثروبولوجي، الصحة والأطعمة والأمراض من خلال الجثامين والمومياوات لبعض كهنة طيبة. ثم يوم 28 جانب آخر من الحضارة الإنسانية المصرية وهو موقع أبيدوس، ومش هنقول أكتر من كده لأنه موضوع خاص من أبيدوس العظيمة. شكرا بالتوفيق. Good لحضراتكم. luck. Good luck. شكرا لحضراتكم، ونتمنى Bon chance. أنه جميع حضراتكم تكونوا حاضرين معنا سواء كان في التخصص أو في غيره، فهي الهدف من الجروب وأمسياته مصر، حبنا وعشقنا لمصر ووعينا حقيقي طبعا بتاريخها طبعا، وبحضارتها. شكرا جزيلا، همنا كلنا. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا شكرا، مع ألف سلام. مع السلامة. مع السلامة، تصبح على خير. مع السلامة.